بعد ما دمرت مناحلنا وصرت أشتغل عامل عند الناس، حسيت إنه مشروع نبتة راح يساعدني بإعادة تأهيل منحلي من أول بجديد. لقيت مشروع نبتة راح يساعد تنمية أفكار جديدة بعالم تربية النحل. برنامج نبتة فتح أفكارنا وذهننا لمنتجات ثانوية مثل حبوب اللقاح، البروبوليس، غذاء ملكات النحل، سم النحل. مشروع نبتة اعتبر مشروعي مشروع مميز لعدة أسباب. أهم هاي الأسباب تطور مشروعي بشكل سريع جداً. في شركات عالمية كبيرة جداً بتستورد سم النحل، مراكز البحوث العلمية في عدة جامعات عربية ودولية. تواصلنا معهم عن طريق التسويق الإلكتروني، سوقنا سم النحل إلكترونياً لعدة مناطق، عملت سوق أو متجر إلكتروني صغير عبر الشوبيفاي، وبعرض منتجاتي عليه حالياً.